وعليه نتوكل ومنه دائما وابدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. كما نرحب بكم اجمعين في مساء يومنا الثالث من المرحلة الثانية في هذا السباق المحلي الثالث لنستمتع معكم حضرنا الكريم ومع منافسات السن الحيل والزمول للأشواط المفتوحة وحضور شعارات الشيوخ والسعادة. كما نهني جماهير هجن الشحانية على فوز مهمة وفوز وارد بالأشواط الأولى الرئيسية وكذلك فوز ديبة والتهنئة للمشاقب محمد بن خالد العطية من أنجز المهمة بأكمل وجه وخطف الأشواط الأولى الرئيسية. هذه هي معطيات أشواطنا الرئيسية والشعار الأدعم وحضوره في هذا المساء لنبدأ معكم وبحضراتكم ومع منافسات شوطنا الخامس الشوط المليء بالمنافسة بالحماس بالقوة والتحديات وبحضور هذه الشعارات لنبدأ مع مسيرة أول المراكز والمقدمة قطنا على المركز الأول تفتتح النداء بانطلاقتها بأيضا حضورها تعود الملكية لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني آل ثاني والمضمر راشد بن عبد القادر البلوشي من يتابع هذا المضمر انطلاقة قطنة. المركز الثاني الحضور من موارد على المركز الثاني تحمل شعار هجن الشحانية تحمل شعار الأشواط الأولى الرئيسية بانطلاقة المركز الثاني بمتابعة محمد بن خالد العطية. المركز الثالث الحضور والتقدم من قبل ثالث المراكز وصول ينفال على المركز الثالث شعار زاحي من فاز في شوطنا الماضي يحضر هذا الشعار مع تقدم ينفال وتواجد شعار هجن الشحانية برفقة الشبل جابر بسالب فاران. المركز الرابع نتابع تقدم حيوبة على المركز الرابع تعود الملكية لهجن الشحانية التضمير عن سالب بفاران المري من يقدم لنا الذهبي تواجد محيوبة على المركز الرابع. المركز الخامس حضور الدوحة تواجد الدوحة والروحة مع شعار سعادة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله آل عبد الرحمن الثاني برفقة المضمر هادي بن جار الله الجار الله مع المركز الخامس ومع ختام النداء للأسماء الخمسة الأولى المتواجدة والمتقدمة بمسيرتها وبتحدياتها. نتابع خلف الخمس أسماء وسيل جارب من الحيل وتحديات الحيل الحاضرة بانطلاقاتها وبمنافساتها. لكن لنا عودة يا بريك لنتابع مجريات المقدمة مجريات الصدارة وتحديات أولى المراكز. قطنا على المركز الأول قطنا على البداية قطنا مع المقدمة وشعار سعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني آل ثاني راشد بن عبد القادر البلوشي من يتابع قطنا بعملية التضمير. أنفال على المركز الثاني الله يا أنفال وهذا التواصل والضغط من أنفال وشعار هجن الشحانية بمتابعة شبل المضمرين جابر بن سالم فاران من يقدم أنفال من تقدمت بهذه اللحظات وخطفت أولى المراكز سحبت البساط من تحت خف قطنة ليكون لأنفال التواجد والتقدم مع البداية ومع أول المراكز. المركز الثاني قطنة المركز الثالث تقدمت بهذه اللحظات محيوبة قادمة بهذه التحديات من أيمنة الميدان لتحضر محيوبة إلى المركز الثاني بانطلاقتها بتحدياتها تحمل شعار هجن الشحانية يتابع سالب فاران المري. المركز الثالث التقدم من قطنة لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني الثاني راشد بن عبد القادر البلوشي من يتابعها بالتضمير. المركز الرابع من تحمل الرقم 4 يا لحالات الصدف تتواجد على المركز الرابع وتنطلق بشعار هجن الشحانية موارد التضمير عن
عند محمد بن خالد العطية من يتابع حاب التنظير. المركز الخامس تقدمت واقتربت الدوحة بهذه اللحظات وشعار سعادة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله آل عبد الرحمن الثاني وهادي بن جرالله من يتابعها بعملية التنظير. الشوط ما زال هادي حتى هذه اللحظات لم تزداد السرعة حتى هذه المسيرة لافتة الكيلوين 2000 متر عن ناموس. هذا الشوط يبدو بأن السرعة زادت بدأت تزداد بهذه اللحظات. ولمن زيادة النقاط بهذه المسيرة. انفال على المركز الأول، انفال على البداية، شعار حجر الشحانية وجابر بسالم بهران من يقدم لنا انفال على المركز الاول. المركز الثاني مهيوبة تحمل شعار هج الشحرية، لكن يا مرحبا بالدوحة، الدوحة الخادمة من المركز الخامس مرورا بالمراكز الرابع والثالث حتى وصلت الى المركز الثاني. حضور الدوحة وشعار سعد الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله ال عبد الرحمن الثاني هادي بن جر الله ال جر الله من يتابعها بعمل التضمير. والمركز الثالث محيوبة وشعار هج الشحرية. المركز الرابع التقدم من قطنة بشعار سعد الشيخ علي بن عبد الله بالثاني الثاني وربلوش من يتابعها بالتضمير. المركز الخامس موارد لهجن الشحرية بمتابعة المشاقف بعملية التضمير. هذه هي الأسماء الخمسة الأولى التي انعزلت عن مجريات وبقية الشوط بمسيرتها بتحدياتها بانطلاق على ما يبدو بأن الناموس يحتكر هذه الأسماء الخمسة الأولى. ولكن لمن من هذه الأسماء الحاضرة؟ الكيلومتر الأخير، أنفال الدوحة أنفال لمن الروحة بالناموس يا مضمر الدوحة. الله يا أنفال وهج الشحانية جابر بسال بفاران من يتابعها بعملية التضمير. المركز الثاني التقدم للدوحة وسعادة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله عبد الرحمن الثاني هادي بن جرالله من يتابعها بالتضمير. مهيوبة على المركز الثالث بشعار هج الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بفاران المري من يتابعها بالتضمير. المركز الأول أنفال، أنفال المقدمة، أنفال الصدارة، أنفال البداية والتقدم لشعار هجر الشحانية مع أنفال وتواصل هذا الانطلاق من قبل أنفال. لكن الدوحة أنفال الدوحة. الله الناموس كما أنت قال أيها الناموس، الناموس الغالي مع أنفال وشعار هج الشحرية بمتابعة جابر بسالم فران من قدم لنا نقطة ثمينة في شوطنا الماضي ليقدم لنا أنفال خاطفا النقطة الثانية في هذه الفترة المسائية في هذه الأمسية الرائعة بدون أي تعليمات بدون أي أوامر. المركز الرابع أرى قدوم ووصول من قبل تيحة، تيحة قادمة شعار حجر الشقب قادم بهذه اللحظات. ولكن خلاص أنفال بدون تعليمات بدون أوامر تخطط المجريات وناموس هذا الشوط الثاني. والتبريكات لهج الشحرية المركز الثاني، وصلت محيوبة لهج الشحرية المركز الثالث. كان الوصول من قبل تيحة لهجن الشقب المركز الرابع. وصلت الدوحة لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله عبد الرحمن الثاني المركز الخامس. كان الوصول من قبل نوف لهجن الشحانية. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء تابعنا وشاهدنا معكم منافسات شوطنا الخامس وأنفال من فازت وتوجت في هذا الشوط، نهني هج الشحانية على هذا الفوز المستحق. توقيت أنفال 9:19 93 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات أيضا للمضمر جابر بسال بفاران المركز الثاني. وصلت مهيوبة 9:20 3 جزء من الثانية. نهني هج الشحاني والتهاني سال بفاران المركز الثالث. وصلت 9:21 12 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات هج الشقب والتهنية نزفها للمضمر سالم بن جابر بن جبران. إذا